السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتكلموا على الموضوع تاع تربية طيور الزيبرا وما الافضل، واش التربية الفردية او التربية الجماعية. فغادي نقولوا اخوتي المميزات تاع كل تربية والعيوب ديالها. فنبداو بالتربية الفردية. التربية الفردية اخوتي ما بين المميزات تاعها انك تقدر تحكم في طفرة تاع الطائر ديالك، بحال كنتي كتبغي تنتج طفرات الايزابيل ولا طفرات البلاك شيك، او ثاني يمكن لكم اخوتي كتمكن لك انك تحافظ على الحجم ديال الطائر. بحال الا كنتي تقدر تنتج طائر الزيبرا العادي وتقدر تنتج طائر الزيبرا الانجليزي. وما بين عاوتاني المميزات ديالها انك تقدر تحكم في الى انتشر عندك المرض الله يحفظ، دغيا كتشوف الطائر المريض وكتعزلو في قفص بوحدو وكتتبع مع العلاج حتى كيبرى. وما بين العيوب تاع التربيه الفرديه انك كتحتاج واحد المجهود كبير. فإلا كان عندك واحد 20 ولا 30 زويجه فراه خاصك اخوتي وشي خاصك كل نهار تعاود ديك اليوم الماء والاكل كل نهار 30 مره ولا 20 مره، فراه خاصك واحد الوقت كبير. فمن احسن الى ما كانش عندك ما كانش عندك كتبقى في الطار واحد الوقت اي شويه كثير، فمن الاحسن دير التربيه الجماعيه. وتاني عيب ديالها اخوتي هو ان البنيه تاع الطائر والمناعه تاعو كتكون ضعيفه بزاف، ما كيقدرش يطير على راحتو بحال التربيه الجماعيه. دابا اخوتي غادي نهضروا على التربيه الجماعيه. من بين المميزات تاع التربيه الجماعيه وانك تبارك الله كيكون عندك واحد الانتاج غزير في التربيه الجماعيه، حيت الطويرات ديالك اللي كتربيهم في التربيه الجماعيه هي اللي كيبيضوا واحد الزويجه، كلشي كيبغي كيكون تنافس بيناتهم، كلشي كيبغي يبيض، كلشي كيبغي يفرخ. وسبحان الله اخوتي الفريخات الى خرجوا من العش وهبطوا الارضيه فماشي ضروري الابوين تاعهم ياكلوهم، كيكونوا سميتو طيور اخرى هما اللي كياكلوهم. سبحان الله داكشي فيهم بالفطره. وتالت ميزه ديالها هو انك ما كتحتاجش القفوزه بزاف. داكشي التربيه الفرديه القفوزه كتكون واحد التكلفه تاعهم شويه غاليه، ففي التربيه الجماعيه كتحتاج غير دير لهم واحد المسرح وكتطلق الفريخات تاعك صافي، وكتبقى تعطيهم الماء والاكل. ومن بين العيوب تاع التربيه الجماعيه هو انك ما كتقدرش تحكم في الطفرات، يعني اي كتخلط الطويرات كلشي كيتخلطوا تما ما كتقدرش تحكم في الطفرات. ولا جاب الله وانتشر عندك المرض ما كتقدرش تحكم حتى في المرض الا ما كنتيش كتراقب الطويره تاعك كل نهار، تراقبهم مزيان تشوف الصحيحه ديالهم واش سليمه. ما كتقدرش تحكم الا كانت عندك شي مسرح اللي هو كبير وما كنتيش كتراقب الطيور تاعك، راه يقدر الله يحفظ فريخ واحد يمرض وما لاحظتيش انت، غادي تقدر الفريخه تاعك كلشي تعادى ويقدر يموت الله يحفظ. وثالث عيب تاعها هو ان الفراخ كيبقاو يدبزوا على الاعشاب. باش حنا خوتي نتجنبوا هذا المشكل، الا كنتي كتربي التربية الجماعية كنتي كتربي 5 زويجات من الافضل دير ليهم 10 الاعشاش، كنتي كتربي 10 زويجات دير ليهم 20 عش باش تفادى هذا المشكل، حيت كيبقاو يدخلوا النداوي كتبقاو حتى كتدخل عند الاخرى العش تقدر تهرس ليها البيض، تقدر تقتل ليها الفراخ. باش نتجنبوا هذا الشيء اخوتي حنا دائما نزيدوا واحد 5 ولا 10 تاع الاعشاش على عدد الازواج اللي عندنا. والى موضوع جديد ان شاء الله.